تعالوا بقى نروح للفقرة بتاعتنا اللي احنا يعني اختفينا عنها شوية الأسبوع اللي فات واللي قبله، لكن المرة دي فقرة الفانتازي بقى يعني مولعة. تعالوا نشوف مع بعض فقرة فانتازيا 7 دي سبورت والفانتازي. المرة دي حابب أعرض عليكم بقى إن احنا بقينا عدد كبير جدا 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 على الفانتازي، وإحنا في تقدم مستمر الحقيقة. يعني كمان أعلى نقط في الجولة دي حصل عليها طارق يونس 113، ده التشكيل بتاعه. طارق يونس 113 نقطة، عامل تشكيل طبعا جامد جدا، بس هو كان مفعل الوايت كارد فقدر يغير براحته ويعمل اللي هو عايزه الجولة دي، عشان الجولة دي فيها فرق كتير ما لعبتش، فهو طبعا كان ذكي جدا ان هو فعل الوايت كارد في الجولة دي. هيعمل تشكيل قوي بصراحة يعني، بس هو عامل تشكيل بمزاج قوي، وحتى اللي على الدكة البنش بتاعه جايب ارقام برضو، يعني جايبين 3 اتنينات اهو، يعني 6 من على البنش بس، فحاجة الحقيقة جامدة جدا يعني. ده التشكيل بتاعنا، بس انا طبعا ما كنتش مش بشغل الوايت كارد، فبالتالي الناس اللي ما كانش عندها ماتشات مانشستر يونايتد مثلا، يعني اهو مانشستر يونايتد ما جابوليش نقط، وانا لسه حاطط دخية جون، فيعني كنت حاطط بوب طبعا، فبوب طرد فانا حاطط دخية. ده الترتيب العام بتاعنا، لسه محمود حمدي هو الاول لانه بيلعب من قبل ما احنا نبدا، فعامل فرق جامد جدا، عامل 1600، بس في ناس بدات تقرب هنا من محمود حمدي كتير، يعني في حوالي 2 قربوا شويه، هو 1686. فالحقيقه يعني ان احنا انا فرحان باللي بيحصل بالفانتزي عندنا، فرحان ان احنا عددنا بيزيد، المنافسه بقت قويه جدا عندنا، والاسابيع اللي جايه كمان هتشوفوني انا بدات اقرب على فكره من الاوائل يعني.